الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رجل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتكي من ولده. ذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشكو ولده في علاقته مع القرآن الكريم ومع كتاب الله عز وجل. طبعا أول ما نسمع هذا الكلام سنقول مباشرة إيش؟ يشتكي إنه ابنه الشاب علاقته ضعيفة مع القرآن الكريم، إنه لا يقرأ كتاب الله عز وجل، وضع القرآن على رف ولم يعد يتلوه. لكن المفاجأة أن الأمر مختلف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها الأحبة، أقف معكم عند هذه الآية. هذه الآية عندما تلاها الجيل الأول كيف غيرت وجدانه، في أبسط تعليق أو تعبير كيف غيرت علاقته مع كتاب الله عز وجل. الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ولدي ابني. قال: ماذا به؟ قال: لا ينام الليل. لماذا؟ يسهر في شيء من الأمور الخاطئة، لماذا لا ينام الليل؟ إنه يختم القرآن في ليلة. نعم، مثل ما سمعتم، إنه يختم القرآن في ليلة، يقوم بعد صلاة العشاء ليكبر ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يتبع الفاتحة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. أعلم، معنى قوي وعميق جدا. وأرجوكم وأنتم تسمعون هذا الكلام، اربط بواقعنا، بحالنا نحن كآباء، كأمهات، كمجتمع، كشباب، كمسلمين نعيش في هذا الزمان. شاب أبوه يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقرأ القرآن كله في ليلة. طيب، قل الحمد لله أيها الأب. إشكاليتي يا سيدي يا رسول الله أنه ليس ليلة أو ليلتان أو ثلاث ليالي، كل يوم بهذه الطريقة. يستدعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاب ليقول له: مالك بدنك؟ إن لبدنك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، أعطي ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال: لا أستطيع يا رسول الله. بتعبيراتنا، أنا أحبه، أنا متعلق بكتاب الله عز وجل، ما أستطيع. هذه ليست قصة من وحي الخيال، هذا أمر حصل. شاب صغير لا يستطيع أن يتوقف ليلة واحدة عن ختم كتاب الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: في شهر يختم القرآن في شهر. ونحن طبعا اليوم نقول: اللهم وفقنا أن نختم في كل شهر. بينما المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الشاب: يختم القرآن في شهر. قال: أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 20. قال: أكثر من ذلك. قال: في 10. قال: أكثر من ذلك. قال: في 8. قال: أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 7. اختم القرآن في 7، لا تزد، اختم القرآن في 7، ما في أقل من 7، أنت تختم القرآن في 7. فقال: سمعا وطاعة يا سيدي يا رسول الله. سؤالي لنفسي قبل أن أسألكم أيها الأحبة، ثم سؤالي لكم: من أين جاء هذا الارتباط، هذه الهمة العالية؟ من أين جاءت مع كتاب الله عز وجل؟ هذا الشاب استمع جيدا إلى قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اسمع التكملة الأخيرة من الحديث: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنا أريد أن أعرف منزلتي بإذن الله تعالى يوم القيامة، كيف علاقتي مع كتاب الله عز وجل، كيف علاقة أسرتي، كيف علاقة أبنائي، كيف علاقة بناتي مع كتاب الله. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. جملة بين قوسين: والله لن تفلح هذه الأمة إلا إذا ارتبطت بكتاب الله تعالى تلاوة وفهما وعملا، كما ارتبط الأولون بكتاب الله تعالى تلاوة وفهما وعملا. الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن يقول أمر، يعني أنا لن أقول ستستغربونه معي، يقول: أقصى حد ممكن واحد يختم فيه ما هو؟ يعني أكثر حد ممكن يسمح لك بأن تختم فيه كتاب الله عز وجل. تخيل أنه يقول شهرين، يعني هو ما متوقع، الإمام النووي ما متخيل أنه في مسلم سيمر عليه شهران ولم يختم كتاب الله عز وجل. يقول إيش؟ أكثر شيء شهرين. ثم بعضهم يختم في شهر، قال بعضهم في 20، وبعضهم في 10،
قال وأكثرهم، يتكلم عن عصره، هذا كان حال المسلمين في علاقتهم مع كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يقوي همتنا وأن يقوي شوقنا إلى كتابه جل وعلا. قال وأكثرهم يختمون في سبع، في سبع أيام، برنامج حياة. أكثرهم يختمون في سبع أيام يختمون القرآن، هذا هو الارتباط مع كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة، نحن بفضل الله تعالى المجتمع العماني كسائر المجتمعات الإسلامية ارتباطنا بكتاب الله تعالى وثيق. وسأعطيكم مثال من أجمل ما يكون. أول من دخل في الإسلام من أهل عمان، أول من دخل في الإسلام من أهل عمان سيدنا مازن بن غضوبة رضي الله تعالى عنه. يذكر ابن الأثير رحمه الله في كتابه في التواريخ عن سيدنا مازن، قال طبعا دخل في الإسلام كبيرا، دخل في الإسلام وهو في سن ماذا؟ وهو في سن كبير، وهو في سن كبير. قال لقد حفظ نصف كتاب الله تعالى. هذه الهمة، لقد حفظ نصف كتاب الله تعالى. أحبتي، تلك قمم سامقة، أسأل الله أن يرزقنا محبة الاقتداء بهم والارتباط بهم. قد الشاب لما يسمع هذا الكلام يشعر بشيء من الخوف، يقول أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أختم في ثلاث ولا نختم في سبع ولا نختم في عشر. أسأل الله أن يقويني وأن يقويك لذلك، ولكني لا أطلب منك ذلك. إيش المطلوب منا في البداية؟ أن نقيم شيء من العلاقة مع كتاب الله عز وجل، أن نقيم شيء من العلاقة مع كتاب الله عز وجل، حتى لا نقع فيما أسماه القرآن ماذا؟ مهجورا. الذي لا يرتبط بكتاب الله يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة، الذي لا يرتبط مع كتاب الله عز وجل كيف سيكون حاله يوم القيامة؟ أسأل الله أن يحسن أحوالنا. هذا تحدي كبير أمام الأمة في زماننا، والله إنه لتحدي كبير وعميق جدا في هذا الزمان. تعلمون لماذا؟ لأنه بكل أسف فعلا نشهد شيء من التحديات، انفكاك العلاقة إلى حد ما بين الجيل الناشئ والجيل الصاعد مع كتاب الله عز وجل. قد يمضي الإنسان في هذه الحياة علما وفهما، ولكن العلاقة مع كتاب الله ضعيفة، أسأل الله أن يقويها. إذن فلاحنا، نجاحنا، ارتقاؤنا أن نعود إلى ذلك المنهج السوي في الارتباط بكتاب الله، ولنا في حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، إذ كان لا يكتفي فقط صلى الله عليه وسلم بختم كتاب الله، بل كان كذلك يتدارسه مع سيدنا جبريل صلى الله على سيد محمد. وأسأل الله أن ينور قلوبنا وعقولنا وألسنتنا بكتابه جل وعلا. ودمتم في أمان الله. تقدس من أحاطك بالعطايا كتاب الله.